بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تتنزل عليه
Nos